السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم كيك بالقهوة رائع جدا، ولديتو كيجي رائع وينجح معكم من اول تجربة بكريمة اللي هي اقتصادية ولديدة. عشاق القهوة والشوكولا كيجي رائع البنات هاد الكيك. كنتمنى انكم لاعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب باش تكون فائده للجميع. فضلا منكم وليس امر، تابعوا معايا الطريقه ديال التحضير والمقادير بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي كاس ديال قياس ديال الكاس ديال العنبه، كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال القهوه تكون اما مقطره ولا تطبخوها، كاس لاروب ديال الزيت، وثلاثه ديال البيضات، جوج اكياس ديال الكاكاو، تقدروا ديروا جوج معالق. عندي هنا كيس منسم بالفاني، وثلاثه الاكياس ديال الخميره الحلوى كيميائيه. عندي هنا معلقه ديال الحامض، تقدروا تعوضوها بالمعلقه ديال الخل، يعني حتى الاخير ونزيدوا هاد المعلقه ديال الحامض والدقيق على حسب الخليط، يعني دائما دقيق على حساب الخليط، يعني تيكون مره البيض كبير مره صغير، يعني الكيكه تبقى على حسب الخليط. اول حاجه كناخذ ثلاثه ديال البيضات، كنطربهم مزيان مع الكاس ديال السكر وواحد رشه ديال الملح، ضروري لا في الحلويات وحتى في الكيكات نزيد واحد الطريقه ديال الملح، وكنبقاو نطربو مزيان، يعني الطراب اليدوي ولا الكهربائي يعني اللي متوفر عندكم، ولا الميكسور يعني دائما، يعني ماشي مشكل هاد الكيكه تنجح، ولو غير تخلطوا غير بيديكم كتجي ناجحه. كنزيد السكر منسم بالفاني ما ضفتوش في الاول، زدتو كنخلط مزيان، وكاس ديال لاروب ديال الزيت، متنحاول انا الكيك ما نكترش فيه الزيت بزاف، يعني ولو ديروا غير نصف كاس كتجي ناجحه هاد الكيكه. درت انا كاس لاروب ديال الزيت، صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنخلط مزيان هاد البيض مع الزيت والسكر سنيده حتى كيضاعف الحجم ديالو، كيولي اللون ديالو ابيض. وعاد كنبقى نزيد في الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. كنزيد الكاس ديال القهوه مقطراه انايا، يكون شويه خفيف ما يكونش ثقيل بزاف، كيجي رائع البنات هاد الكيك بالنكهه ديال القهوه، نزيد بزاف حتى الوليدات كيعجبهم هاد الكيك لانه تيكون فيه الشوكولا. صافي وكنخلط مزيان وكنحيد الخلاط الكهربائي، يعني من كنبقى نضيف الدقيق بلا ما نخلطو بالخلاط الكهربائي، ندير غير الخلاط اليدوي وندخل الدقيق في الكيك. صافي كنحاول نغلب الدقيق بهذه الطريقه، وكنضيف الدقيق. عندي هنا ثلاثه قياس، يعني اللي هز ليا الكيك ثلاثه الكيسان ديال العنبه عامرين ديال الدقيق، يعني البنات اللي يحتاجوا يسولوني على شحال استعملت العبار ديال الدقيق، يعني شحال استعمل ديال القياس ديال الدقيق. انا استعملت الكاكاو ودرت حتى الخميره ديال الحلوى درتها، يعني والدقيق غربلتهم كاملين في الدقه، وكنحاول غير شويه بشويه كندخل الدقيق في الكيك. وهنا كنشوف لا شت يعني القوام باقي خصني نزيد دقيق، راه كنزيد شويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، راه باقي خص الدقيق. كنزيد واحد جوج معالق حتى لثلاثه، وكنبقى يعني كنستمر في التخلاط غير شويه بشويه، يعني البيض والسكر سنيده هما اللي كيحتاجوا نخلطو مزيان نخدموهم مزيان. كنزيد كذلك واحد جوج معالق شويه بشويه، كنزيد كنحاول انني شويه بشويه حتى كنحصل على القوام
اللي بغيت، لان الكيكه البنات اللي خليتوه جاري يعني القوام ديالو جاري راه ما تطلعش، تطلعش ليكم. وعاوتاني الا درتو الخليط يجي ثقيل، عاوتاني كتجي ثقيله الكيك. يعني دائما نجيبو القوام هو هذاك باش تجيكم الكيكه يعني ناجحه وخفيفه، ما تجيش ثقيله من تبغيو تاكلوها تجيكم ثقيله، يعني تجي الكيك من الداخل خفيفه. كنزيد واحد المعلقه كندير لك دابا صافي، يعني اخر معلقه هي هذه، ما بان لي شويه باقي خفيف. وهنا البنات المقطع بالزيت، المعلقه ديال العصير ديال الحامض، انا عصرت حامضه درتها في الاخير لان الحامض البنات كيطلع الكيك، بالنسبه للبنات المبتدئات كيطلع الكيك. وهنا عندي المول العجيب اللي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق، صافي مباشره انا خوي الخليط ديال الكيك ديالي وندخل الكيكه الطيب، غير نشعلو الفرن غير من التحت، يا الكهربائي يا الغاز، غير من التحت ويكون النار تكون مهيله. يعني غير انا شعلت على 180 درجه، يعني الفرن على 180 درجه ولا 200، وغير من التحت حتى طيب، عاد نشعلو غير تحمر من الفوق ونخرجوا الكيك ديالنا. انا هنا يعني تقريبا 45 دقيقه حتى ال50 دقيقه تتكون الكيك طايبه، لان انا شويه تحرقات لي شويه، يعني فات زادت في الطياب من الجن، ماشي تحرقات غير شويه زادت في الطياب، ولكن جات هي هذيك في الطياب ديالها ماشي مشكل. هنا عندي واحد شويه ديال الشوكولات اللي ذوبته، وعندي دانيت ديال الشوكولا، هذا هو التزيين ديالي. يعني التزيين تيبقى على حسب الرغبه ولا حسب اللي تيكون متوفر عندكم، انا متوفر عندي هذا الشيء نكتفي به. نخلط مزيان هاد الشوكولاته مع دانيت، وغنحاول نزين غير الجناب ديال الكيك، عاد نوجد الكريمه اللي غنعمر بها الكيكه. صافي كنزين، يعني كنحاول هاد الدانيت الشوكولات يعني الاسود، يعني دائما تبقى تزين على حسب الرغبه. انا دائما الكيكات ديال القهوه كنزينهم بهذه الطريقه. هنا عندي فيرميسيل الشوكولات الاسود يعني تنزينوا به الكيكات، لبست الجناب ديال الكيكه بفيرميسيل. هنا عندي نصف لتر ديال الحليب باش غنوجد الكريمه، نصف لتر ديال الحليب، عندي فلان ديال الشوكولات يعني فلون ديال الشوكولات، عندي جوج معالق ديال السكر سنيده، وندير كيس ديال الفلون، وندير كيس ديال الكاكاو. يعني الا كان عندكم الكاكاو ديال العبار استعملوه، وجوج معالق ديال السكر، وكيس ديال الكاكاو، وفلون ديال الشوكولات، وكريم باتيسير. انا كنستعمل كريم باتيسير دائما، الكريمات اللي كنعمر بهم الكيك كنستعمل كريم باتيسير، يعني عوض النشا. متوفر عندكم النشا استعملوا النشا، يعني باش يجيكم هاد الكريمه تجيكم عاقده وتجي شاده راسها. صافي كنحرك مزيان هاد المكونات مع بعضها حتى، وكنضيف المكونات فوق النار حتى كتغلى مزيان، ما كنخليوهاش تغلى يعني حتى تتغلى مزيان، وكنحيدها من فوق النار، وكنعمر الكيكه ديالي مباشره هي سخونه، وكنعمروا الكيك حيت البردات البنات ما يجيناش الشكل ديالها هو هذاك. صافي ملي كنعمر الكيك ديالي بهذا الشكل كندخلها الثلاجة، كنخليها لمدة يعني اللي تشد راسها الكريمة، يعني جوج سوايع ثلاثة سوايع حتى ربعة سوايع تتكون الكيكة واجدة. هذا هو القوام ديال الكيكة من خرجتها من الثلاجة،
كتجي رائعة البنات. وزينت واحد شوية، حكيت واحد شوية ديال الشوكولاتة من الفوق، رائع البنات الشكل، وحتى المذاق كتجي لذيذة لذيذة وخفيفة. كنتمنى انكم تجربوا الكيك اللي وجدت معكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم من الاعجاب ديالكم. لا عجبتكم الوصفة ديال اليوم، ما تنسونيش يعني باللايك والاشتراك في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاكم بفيديو جديد، والسلام عليكم.